السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله جينا نوجدوا طبق صحي 100% لذيذ ورائع شكلا ومذاقا، طبق اللي هو بالكبدة ديال البقري ولكن بطريقة مختلفة على المعتاد. نمشيو على بركة الله. عندنا في المقادير خضر مشكلة، يمكن تختاروا اللي بغيتو. عندي فلفل حلو ألوان قطعته مكعبات، عندي كورجيت قطعتها دوائر، وعندي تقريبا 600 غرام أو 500 غرام ديال الكبدة. عندي هنا الشرمولة اللي درت فيها الربيع والثومة والحامض والتوابل، الكمون، قزبر يابس، شوية سكينجبير، ملح، إبزار وعصير الحامض، يعني في حال التتبيلة ديال الحوت اللي هي حضرتها في الترموميكس. غادي نمشي على بركة الله، غادي ندير الماء باش غادي هو اللي غادي يطيب لي هاد العناصر. هاد العناصر كلها غادي نفورها. غادي نحتاج لو باني دو كويسون على ود الخضار، غادي نمشي نوضعها في اناء كبير وغادي نتبلها بالشرموله اللي ذكرنا. الشرموله ان شاء الله غادي نشاركها معكم عما قريب ان شاء الله في التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله. هنا درت شويه زيت الزيتون والشرموله. هذيك الشرموله الصراحه كتجي لذيذه وكتنفعنا في بزاف ديال الاطباق، في الدجاج، في الحوت، وكنديروها في الثلاجه كتبقى ما كيوقع لها حتى شي حاجه. انا غادي ننزل الخضار في لو باني دو كويسون. الماء انا درت 600 غرام ديال الماء. غادي نوضع لو باني وغادي ندير لو كوفيركل وغادي نحيد لو غوبلي دوزور. غادي نجيب الكبده. انا الكبده عندي هنا مقطعه شرائح، ممكن الا كانت مقطعه كبير ديروها في قطبان ديال خشبيه وتديروا وحده كبده وحده فلفل وتفوروهم وديرهم في الفاغوما. انا عندي شرائح فما غاديش تجيني نديرهم قطبان، يجوني رقاق بزاف، فلو خليتهم بحال هكا. غادي نفرش لو بابيي دو كويسون باش ما ينزلش عليا، باش ما ينزلش داك الماء ديال الكبده ينزل على الخضار. غادي نستفها بحال هكا. غادي نوضعها فوق لو كوفيركل. غادي نجيب لو بابي غادي نديرو في لو بلاطو وغادي نتبل لا كورجيت. وغادي نوضعها فوق لو بابي. ممكن بطبيعة الحال تختاروا الخضر اللي بغيتو، ممكن ديروا حتى البنجال، صراحه هو كيجي رائع بها التتبيله، كيجي لذيذ بزاف. انا ما عنديش، اكتفيت بالكورجيت. غادي نوضعها فوق لو فاغوما وغادي نغطي لو بلاطو. وغادي نمشي نبروغرامي 30 مينوت فاغوما فيتاس 1. كورجيت من بعد ما طابت.
بالنسبة للفلفل الألوان أنا درت ليه شوية ديال الخل والملح والإبزار. الخل الصراحة كيخليه يخرج ديك الحلاوة دياله وكيفتيه شوية كتجي رائعة بهالطريقة. أنا غادي نوضع الكبدة في الوسط. الكبدة كتجي هشيشة بزاف من الداخل، كتجي لذيذة بالشرمولة يعني بطريقة مختلفة. بطبيعة الحال التقديم يعني كيبقى على حسب الذوق. غادي نمشي ناخذ لو باني دو كويسون. الطبق ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع في الشكل وفي المذاق. نتمنى تجربوه، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وإلى فيديو قادم إن شاء الله.